السلام عليكم ملف جرحى تعز الجرح المفتوح الذي تلوح اوجاعه بين فتره واخرى غير ان الركود الذي اكتنف الملف طويلا قد تحرك خصوصا بعد تسفير العديد من الجرحى الى السودان وتركيا والعديد من الدول احصائيات المعاناه والاهمال لا تزال حاضره في السطح وكذلك غياب التسفير الواسع لعدد من الجرحى المحتاجين للسفر وذوي الحالات الحرجه مسؤوليه القطاع الصحي والتحالف والمراكز الاغاثيه عن ملف جرحى تعز لا تزال علامه استفهام كبيره في هذا الملف الجريح لم تتم الاجابه عليها بعد متابعون كثر يؤكدون ان جزءا من تفاقم حاله الجرحى يرجع اسبابها الى اشكاليه العلاج في الداخل وعدم التاهيل الكافي للمستشفيات والتي من شانها التخفيف من مضاعفات الاصابه التي يتحول البعض منها الى حالات مستعصيه تستدعي السفر الى الخارج المنح العلاجية التي تقدم على دفع مقارنة بعدد الجرحى، تبدو أنها غير كافية لحل جذري لإشكالية الجرحى ومتاعبهم اليومية، وخصوصاً في ظل غياب وسائل العلاج الطبي والتي من بينها العلاج الطبيعي وتأهيل ذوي الإعاقات الدائمة وتقديم الخدمات بعد العلاج. معايير اختيار الجرحى للسفر، آفاق المنح القادمة، أبرز العناوين والتساؤلات التي يطرحها المهتمون بملف الجرحى. خصوصا في ظل الحديث عن وجود حالات تستدعي السفر العاجل مستوفية الوثائق والشروط مشاهدينا الكرام المساء اليمني يعاود فتح ملف الجرحى مجددا وتتبع الخطوات التي وصل اليها الملف نفتح هذا الملف مع ضيوفنا في حلقه اليوم من المساء اليمني الاستاذ نبيل جامل مستشار المحافظ ورئيس مؤسسه رعايه اسر الشهداء والجرحى مساء الخير استاذ نبيل كذلك الاستاذ فارس العبسي وكيل محافظه تعز للشؤون الصحيه والجرحى اهلا بك استاذ فارس وايضا الاستاذ عبد الرحيم السامعي مدير عام مكتب الصحه بتعز مساء الخير استاذ عبد الرحيم مساء قبل ان نبدا فتح هذا الملف والذي يحمل اسئله شائكه كما يقال دعونا نذهب لمشاهده هذا التقرير ثم نعود لبدء حوارنا جرحى تعز القصة الأكثر مأساوية في الحرب المئات من مقاتلي المقاومة والمدنيين في هذه المحافظة عانوا أكثر مما عانى غيرهم من جرح الحرب التي أشعلها الانقلابيون قبل أكثر من عامين جزء من معاناه هؤلاء حمل على اجنده سياسيه سوداء وخضع لنوع مسكوت عنه من العبث الذي دفع بالبعض الى التعامل مع جرحى تعز وكانهم محاربون في بيئه معاديه الى ان تحرك هذا الملف عبر الاسهام الكبير من جانب مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه الذي وفر اوسع تغطيه طبيه وعلاجيه لعشرات من جرحى تعز بعضهم في مستشفيات مدينه عدن وبعضهم الاخر فيما تيسر من مستشفيات تعز وجرى نقل العشرات منهم الى السودان لتلقي العلاج هناك، لكن ذلك لم ينهي ماساة جرحى تعز، فالحرب الدائره حتى اللحظه على المحافظه والانتصارات التي يتم تحقيقها بعزم المقاتلين من رجال المقاومه والجيش الوطني، تخلف وراءها العشرات من الجرحى الذين يضافون الى الحمل الثقيل للبنى الصحيه المتهالكه في مدينه تعز، البعض من هؤلاء الجرحى تضاعفت معاناتهم جراء البقاء في منازلهم او في اماكن اخلاء غير مكتمله التاهيل من الناحيه الطبيه، فتآكلت أجسامهم واتسعت جراحاتهم وتعقدت إعاقاتهم آه، هذه التضحيات العظيمة والاستبسال الكبير في حماية المحافظة يعني أن تعز ستتعافى بسرعة لم يتوقف محافظ محافظة تعز ومساعدوه عن البحث على وجهات جديدة يمكن أن تؤمن جانبا من الدعم الصحي لجرحى الحرب في تعز وكانت واحدة من أهم لقاءاته الناجحة قد تمت أوائل أكتوبر الماضي في أنقرة مع وزير الصحة التركي الذي أبدى استعدادا لا محدود لدعم اليمن في هذه الظروف جاء الدعم التركي متحررا من الاجنده السياسيه لذا اتسم بهذا القدر من المرونه التي ساهمت في استقبال اكثر من 140 جريحا مع اكثر من 25 مرافقا يتلقون الان الخدمات العلاجيه في مشفى مدينه افيون بوسط تركيا وسط انباء عن تحويل عدد منهم الى مستشفيات في انقره لاجراء العمليات الاكثر تعقيدا هناك. في مشفى أفيون تفاجأ جرح تعز بزيارة لوفد تركي رفيع ضم وزيراء البيئة والثقافة ونائب أمين عام حزب التنمية والعدالة ووالي مدينة أفيون ورئيس جامعتها بالإضافة إلى برلمانيين زيارة عبرت عن رسيخ الالتزام التركي ومصداقيته، وقدمت مؤشرات على أن هذا الملف سيرى المزيد من التطورات الإيجابية خلال المرحلة المقبلة لتتسع قائمة الجرحى الذين يمكن أن يستفيدوا من الخدمة الطبية والعلاجية في تركيا، على أمل بأن يُحسم هذا الملف بالكيفية التي تليق بتضحيات هؤلاء المقاتلين الأبرار. إذا مشاهدينا الكرام نفتح معكم ملف جرحى تعز مرات مرة جديدة وأبدأ سؤالي هذه المرة مع الدكتور فارس العبسي مرحبا بك مرة أخرى مرحبا دكتور مرحبا. ولو بدأنا بالحديث عن دور السلطة المحلية ما الذي قدمت لجرحى تعز؟ أولا سعيد جدا بهذه الاستضافة وبوجودي معكم من هؤلاء الزملاء بعد هذا بدأ أود أن يعني أن أشير إلى أن مسألة نحن نبحث الآن عن مسألة تحرير تعز نعم ومسألة الوصول إلى الدولة المدنية في تعز ولن يتم هذا الامر الا باهتمام بموضوع الجرحى. صحيح. يعني البدايه ستكون اهتمام بموضوع الجرحى، الاهتمام بملفهم. من هذا الهدف كان منطلق السلطه المحليه على راسها محافظه المحافظه, المحافظة آه الذي يعني اخذ هذا الامر الهم من بدايته، اجتمعنا منذ سته اشهر تقريبا حول تشكيل لجنه ايضا لدراسه الجرحى وملفاتهم. السلطه المحليه ممثله بمحافظه المحافظه بدأ بحمل هذا الملف منذ اكتوبر 2016 اخذ هذا الملف وانطلق فيه على اكثر من محور، المحور الداخلي بالتواصل مع رئاسه الجمهوريه، رئاسه الوزراء، وزاره الخارجيه، وزاره الصحه المحور الثاني التواصل الخارجي وكان له اثر كبير بوصوله ايضا الى تركيا والتقائي بمستشار رئيس الجمهوريه التركيه ووزير الصحه التركي وكثير من المساعدين في تركيا. آه ال الذي ايضا يعني بدات بادره وكان قبله ايضا هناك نشاط ايضا كبير بالتواصل مع مركز الملك سلمان في السعوديه وكان له اثر طيب واثر جيد معم. في الجرحى وسفرهم الى السودان. التواصل ايضا ما زال موجود في موضوع التواصل مع الامارات العربيه المتحده لتسفير اكثر من 200 جريح الى الهند. التواصل ايضا ما زال موجود مع السودان مباشره لوصول دفعه جديده من الجرحى. الموضوع الذي نعيش في صدده هذه الايام مساله تسفير الجرحى الى تركيا والتي كان يعني نتيجه جهود مضنيه. سواء كان السلطه المحليه متمثله بالاستاذ علي المعمري او بالتشكيل اللجنه الاشرافيه اليمنيه التركيه التي اخذت على عاتقها هذا الهم واصدرت لجنه فنيه لدراسه اكثر من 600 الى 700 ملف جريح في محافظه تعز، نحن نملك في محافظه تعز اكثر من 15000 جريح. نعم. الموضوع ايضا لم يكن فقط للدفعه اللي تم تسفيرها الى الخارج. هنا اود ان اشكر الطاقم الطبي المتواجد في مدينه تعز. يعني معنا 15 ألف جريح قد تم اجراء اكثر من 10 ألف عمليه في مستشفيات تعز المختلفه نعم. ابتداء مستشفى الثوره مستشفى الروضه مركز وتم وتم حل اشكاليتهم بهذه نعم العمليه نعم يعني كثير من العمليات تم عملها في محافظه تعز وكانت يعني تحمل قمه النسبه العاليه من النجاح في ظل الوضع الصحي المتردي يعني آه عفوا دكتور حتى بس يستوضح آه انس او نفهم اكثر آه اكثر من 15000 جريح أجريت لعشرة 10,000 منهم تقريباً عملية؟ تقريبًا في حدود 10,000 عملية تمت في محافظة تعز داخليًا في ظل الظروف المتردية وكانت نسبة النجاح فيها عالية جدًا، يكفي أن يعرف الجمهور العزيز أن قد قمنا بعمل عملية قلب مفتوح في مستشفى الثورة يعني نعم. من بقايا الرصاص، بقايا الشظايا وصلت إلى صدر أحد الجرحى والرصاصة كانت على صدره قريب من القلب فقمنا بعملية قلب مفتوح مع استشاري القلب الدكتور أبو ذر الجندي، م. يعني في هذه يعني ما كنا نحلم بهذا الشيء في 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 الأيام الخوالي نعم. وبالتالي ملف الجرحى يعتبر ملف اساسي جدا، قمنا بحمله سواء داخل المدينه او خارج المدينه، وسنستمر في حفله في حمله الى ان يتم علاج جميع الجرحى في محافظه تعز ان شاء الله. نعم، استاذ نبيل يعني الرعايه الاجتماعيه التي تقدم لاسر الشهداء والجرحى، مؤسستكم ما هي الرعايه بالضبط التي تقدمها لهؤلاء الشهداء لاسر الشهداء والجرحى ايضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا في البدايه عقب كما قال الدكتور فارس انه قبلة على راس جبين كل جريح نحن هنا في تركيا او في تعز خدام لهذه الشريحة الذي فعلا قدمت اغلى ما تملك البعض قدم عين، البعض قدم رجل، البعض قدم جسمه وجسده كامل من اجل فعلا التغلب ان شاء الله سبحانه وتعالى والانتصار على القوى الانقلابية مؤسسة رعاية منذ نشاتها في بداية مخصصة لرعاية اسر الشهداء والجرحى تقوم بعملها الاساسي وهو رعايه هذه الشريحه بقدر لا. الامكان اقول ان هذا الملف ملف كبير وضخم لن يستطيع ان يحمله اي مؤسسه او اي جهه ما لم يتعاون الكل تضافر الجهد في حمله وخاصه الجهد الكبير والثقيل هو على الدوله مطلب من رئاسه الجمهوريه مطلب الاخ رئيس الدوله المشير عبد الرب منصور هادي وكذلك الاخ رئيس الوزراء يعني ان يكون الوفاء لهذه الشريحه الذي قدمت قناة اغلى ما تملك عنده الأصل ان يتم فعلا الوفاء لها لئلا تكون قنبله موقوته في المستقبل، الملف كما نقول ملف فعلا ثقيل آه ما يخرج اليوم من تعاز عباره هل عن كل هل يعطي حقه وهو تف... بهذا الثقل برايك؟ لا انا اقول لا حد لن نستطيع ان نفي بحق هذا الملف نقول أوه. اقول الجريح ليس جريح، الجريح خلفه اسره الجريح هذا عطل وراءه اولاد وزوجه وبنات يعني الاهتمام بهذه الشريحه ان لم نهتم بها فنحن نعمل الغام في المستقبل لمن سياتي في المستقبل مؤسسه رعايه يقوم دورها بتوفير العلاج قدر الامكان بتوفير المستلزمات الطبيه من عكاكيز وكراسي وكذا بجهود من فاعلين الخير ليس الا أم. ليس هناك دعم حكومي ايضا نقوم بمساندات الوقوف في السلطه المحليه بتقديم البيانات كما قال الدكتور احنا وصلنا الى 15 ألف وهذه الاحصائيه في هذا الوقت في هذه الدقيقه نقول يسقط في تعز شهيد او في هذه اللحظات لا المعركه لا زال العدد السوفي يوجد في تعز اليوم اكثر من 367 معاق وهذه مشكله مستقبليه ليست سهله يوجد لدينا اكثر من 443 امراه من ضمن الجرحى احنا الان في تركيا دخل معنا في الدفعه الاخيره هذا اكثر من تسع نساء يوجد اطفال بلغ عدد الاطفال الى 864 طفل إلى هذه الاحصائيات الى شهر 12 ولا زال العدد مستمر والنزيف في تعز مستمر، مؤسسه رعايه بطاقمها المتواضع البسيط لن تستطيع تعمل لا. شيء وتقدم شيء الا جهود بسيطه نعم. آه هذه مؤسسه يعني ليست حكوميه وهي تقوم بجهدها لا عتب عليكم، دعني فقط انقل هذه الارقام للدكتور عبد الرحيم، الدكتور عبد الرحيم يعني استوقفتني فكره الدكتور فارس بانه تم تشكيل لجنه قبل سته اشهر اين مكتب الصحة منذ اول جريح سقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. للاسف الشديد العديد من المكاتب التنفيذيه في تعز نتيجه للحرب الظالمه التي تشنها الميليشيات على هذه المدينه توقفت من ضمنها مكتب الصحة. نعم. آه الذين تركوا آه هذه المكاتب بعد هجوم الميليشيات على هذه المدينه آه تركوها بكل عروشها. ولم ولم يسمحوا حتى بدخول الادويه، كل الادويه كانت تحتجز خارج المدينه في الحوبان او في الجزء الغربي من المدينه. فاذا مكتب الصحه كان ضمن المكاتب التي عطلت بسبب هذه الحرب، لكن مع ذلك انا اعتقد انه يجب علينا ان ننصف منتسبي القطاع الصحي في تعز. حتى إن لم ننصفه كقطاع متكامل لوزارة الصحة وفرعها في تعز فلننصف ذلك المجاهدين الذين صمدوا خلال هذا العامين في مستشفيات تتعرض للقصف في مستشفيات لا تعمل بطاقتها الاستيعابية الكاملة في مستشفيات تفتقر إلى الميزانية التشغيلية تفتقر الأدوية إلى الوسائل الجراحية عملوا في ظروف احيانا كانت تقام عمليات على ضوء البطاريات ف... نعم دكتور عبد الرحيم حتى يعني لا يفهم سؤالي خطا انا لا اعتب ابدا على الذين يعني ووصفتهم توصيف حقيقي جاهدوا ببقائهم نعم وعملوا تحت يعني ظروف الحرب أنا أتحدث عن ما الذي قدمه مكتب الصحة بتواصله مع وزارة الصحة وزير الصحة موجود في الرياض الحكومة أغلبها موجودة في الرياض في الفترة السابقة مكتب الملك سلمان يقدم العديد من الخدمات الأستاذ نبيل يحدثنا الآن عن 360 معاق 343 امرأة جريحة 5000 جريح يعني قاربنا الرقم لم يتم علاجهم بعد من يعني تم تسفيرهم كم عددهم؟ أقول مرة أخرى أن العمل الطبي والصحي في تعز تحول من العمل المؤسسي إلى العمل الإغاثي والمعروف أن الأعمال الإغاثية يقوم فيها كل فرد داخل المدينة المحاصرة في أي مكان في العالم ولذلك كان مكتب الصحة غائبا تماما منذ بداية الحرب وحتى وحتى الآن يعني، نعم. لأنه مدير عام مكتب الصحة كوادر المكتب بالكامل أغلقوا المكتب، نعم. نزحوا خارج المدينة، ومنهم من ترك العمل يعني لقناعات شخصية، فلذلك كان العمل في القطاع الصحي داخل المدينة المحاصرة والتي تتعرض لقصف يومي مستمر، كان عملا إغاثيا يقوم فيه الجميع، كان يقوم فيها القطاع القطاع المجتمعي أو القطاع الخاص ويقوم فيها فرادة المنتسبين القطاع الصحي في تعز نعم. و اجراء اكثر من عشرة ألف عمليه ضمن 16 ألف جريح داخل مدينه تعز يعد كان إنجاز يعني. كان يعد انجاز بمثابه المعجزه في يوم من الايام يتم الاتصال بنا عندما كنا نعمل فريق غافي لاحضار يعني سيارات ما لغسل الدماء في غرف وجدران قسم الطوارئ في مستشفى الثوره كانت الظروف غير طبيعيه ولذلك انا اقول العمل المؤسسي بكل صراحه كان من لا يوجد لكن تكاتف ابناء المحافظه مع منتسبي القطاع الصحي الذين صمدوا داخل المدينه كان عملا رائعا ونحن نتحدث في الحقيقه يعني في في مجال الانصاف ايضا نتحدث عن ألف 1000 جريح تقريبا هو ما يجب ان ان يسفروا خارج الـ خارج ليس التعز وانما خارج البلد نظرا حتى جزء كبير من هذه العمليات كان يمكن أن تقام داخل مدينة تعز، لولا الظروف التي تعيشها نعم. هذه مم. المدينة ولذلك مكتب الصحة يجب أن نعول عليه مستقبلا مم. أما الفترة التي فاتت فكان للأسف الشديد الدكتور نعم. يعني بطبيعة الحال يعني ربما متابعين المسائل يجدونك حاضرا معهم دائما خلال السنتين الماضية من الميدان كنت دائما معنا للنقل الصورة بكل وضوح وشفافية الفكرة يعني ربما دكتور فارس لو عدنا لمستوى التنسيق بين السلطة المحلية والحكومة الشرعية والتحالف بخصوص هذا الملف يعني تأهيل مستشفيات ما شاء الله يعني عشر ألف جريح تم علاجهم بالداخل بالظروف الصعبة كان يمكن أن يزداد هذا الرقم كان يمكن أن لا تصل حالات متأخرة للجرحى ويضطروا فيها للسفر يعني ربما موت عصب كان يمكن ان ينقذ اذا تم علاجه سريعا، لما لا يتم الضغط على الحكومه الشرعيه وعلى التحالف بتاهيل المستشفيات الداخل خاصه في المناطق التي تم تحريرها. سيدتي يعني ناديت لو اسمع تحيا ولكن لا حياه لمن تنادي. نحن عانينا كثيرا في القطاع الصحي جميعنا يعني كنا بدايه نعيش داخل المستشفيات في ظل القصف. نعم جراحونا كنا والله يعني يعملون في غرفه العمليات واخرون يعني يعملون في الطوارئ والقصف موجود استدعاء الاطباء على يعني حتى ساعه الفجر الاولى كل هذه الامور لم تؤثر في حكومتنا الشرعيه للاسف الشديد يعني تواصلنا معها كثيرا ارسلنا وتخاطبنا معها او مع الجهات الخارجيه الى الان الى الان ونحن في هذا الاستديو لا يوجد اي تفاعل من قبل الحكومه الشرعيه في موضوع تأهي. اعاده تاهيل مستشفيات تعز الزميل الدكتور عبد الرحيم ذكر حتى الميزانيه التشغيليه غير موجوده يعني لا. نحن الان نعمل بشكل طوعي على فاعلين الخير على منظمات المجتمع المدني او المنظمات الخارجيه الى الان حكومتنا الشرعية لم تستطيع الإدخال يعني حتى على مستوى ادخال الادويه والمستلزمات الطبيه والاكسجين عن طريق عدن ما زالوا يعافرون ويقاتلون لا يعني دكتور انت تتحدث عن ألا استجابه او نعم. ان هناك وعود ولا حتى حتى الوعود غير موجوده يعني للاسف الشديد حتى الوعود موجوده والله يعني للاسف نحن لا نملك اجابه لهذا الشيء ولا نستطيع ان نقول ما لم يقوله الاخرون لا. ولكن نطلب يعني سنظل نطلب تكرارا ومرارا من حكومتنا الشرعيه ان تلتفت الى تعز والى جرح تعز بعين الرحمه والرأفه ان تتفاعل مع هذا الموضوع مثل ما يتفاعل مع السلطه المحليه صح في الفتره الاخيره الان بدات بوادر الامانه من رئاسه الوزراء من وزاره الصحه يعني في الفتره الاخيره لو كان هذا تم يعني احنا قلنا ان ما نملك جراحين مهره نملك ايادي طيبه رقيقه في العمل الطبي وثبتت نجاحها وبشهاده الجانب التركي حتى في بعض الحالات وصلت يعني لو كان الامكانيات موجوده او او تم تاهيل مستشفى الثوره مثلا في تعز بجميع الاجهزه ما كنا نحتاج الى يعني نحن نتذكر انكم فتره من الفترات عملتم دون انابيب اكسجين نعم يعني قلنا اننا نعمل دون انابيب اكسجين حتى ادوات التعقيم مش موجوده كنا نعقم الشيء الذي يستخدم مره واحده ويرمى نستخدمه لخمس ولا مرات انابيب الاكسجين كانت تحمل على ظهر الحمير والبغال واظهر البشر انابيب الاكسجين الى الان ما زالت تنقطع وما زلنا نعاني من انابيب الاكسجين الى الان يعني حتى مصنع اكسجين لم نستطع ان نوفره داخل محافظه تعز يعني نحن نعيش حاله طبيه ماساويه داخل داخل مدينه تعز واذا استمر الوضع على ما هو عليه وحكومتنا لم تستجب الاستجابه المفروضه ستتفاقم ستتفاقم ما ستكون ماساه طبيه ولها اثر طبي سيء في داخل مم. المحافظه الى الان ما زلنا نخاطب الحكومه الشرعيه ممثله برئاسه الوزراء الاستاذ احمد بندق ان يستجيب للنداءات في محافظه تعز يعني ميزانيه تشغيليه ما زلنا نطالب بها ونريدها داخل مستشفياتنا في محافظه تعز تاهيل يعني تاهيل واحد من المستشفيات بكل المقومات يعني اجهزه تشخيصيه جيده الرنين المغناطيسي او كانت غرف العمليه يجب ان يعمل اعاده تاهيل لها ونحن نقول لهم اذا تم هذا الشيء لن يسافر احد سنتم سنبنيها بايدينا وسنعالج قرحان وهذا سيخفف كثيرا كثير يعني كثير أيضا. على يعني الان نحن للاسف الشديد حتى نعم. جرحان عندما وصلوا الى تركيا عانوا معاناه كبيره جدا سواء في الطريق في وصولهم يعني ناس بسطاء يعني حتى الثلوج التي وصلت الامكانيات الماديه كانت يعني كنا في مامن لو تم تاهيل عدد تاهيل احد المستشفيات داخل تعز او كانت في التنسيق موجوده يعني حتى الكادر الطبي في تعز الان يعاني الامرين من اعدام الميزانيه التشغيليه يعني شخص يشتغل خمسه الى سته الى سبعه اشهر من غير راتب وما زال مقاوم تعز كلها تقاوم وبالتالي يجب ان ينظر لها بعين الرافه والرحمه، يجب ان ينظر لها بعين الاكبار والاعزاز لهذا الوضع تمام. الذي هم فيه وندعوهم ان يتوجهوا بمعنى وانا التعز. يعني ربما ليس عين الرافه والرحمه، هذا واجب يعني نعم. يفترض ألا ينظر لتعز بعين وانما بعين الواجب والمسؤوليه نعم. تجاه هؤلاء نعم. الجرحى. نعم. دعني فقط انتقل استاذ نبيل، استاذ نبيل يعني الجريح حين نتحدث عن كما تفضلت بدايه حديثك، نحن نتحدث عن اسره خلف كيف يتم التعامل مع هذه الاسره رغم الامكانيات البسيطه التي يعني متوفره لديكم ولا يعني تواصل بينكم وبين الحكومة عقب على ما قاله الأخ الوكيل أنا لست مع جلد الذات وخاصة بجانب الجانب الحكومي الكل معذور في اليمن إحنا واجهنا انقلاب أسود انقلب على كل شيء انقلب على الحياة ليس له شعار غير الموت فلذلك نحن نؤمل فعلا كما ذكر الدكتور وخاصة مع الآخر رئيس الوزراء الذي من خلال الالتقاء معه في عدن والجلوس معه ان هناك جديه فعلا ان الحكومه الان بدات توقف على رجليها وان شاء الله سبحانه وتعالى تقدم للتعز وتعوض تعز وايضا كل المناطق التي تعرضت فعلا للحرب تعوضها عما فات وخاصه في القطاع الصحي في تعز ان شاء الله سبحانه وتعالى اعود للسؤال السؤال بالنسبه الاول لقضيه الاحصائيات الاحصائيات لها عندنا في تعز وجهين الوجه العددي وهو معروف وكما نقول ربما لا زالت حاله الحرب قائمه ولن نستطيع الوصول الى الارقام الصحيحه. الشيء الثاني هناك النوع تعز اليوم تقدم الكثير من الاطباء، دخلوا في قائمه الجرحى والشهداء، مهندسين، مدرسين، احصائيات عندنا في ان شاء الله سبحانه وتعالى يخرج تقرير الان في بدايه السنه من مؤسسه العاية في 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 في, في الصف الاول ياتي المدرسين في تعز. هؤلاء الذين حملوا البندقيه ليدافعوا عن مدينه تعز. اقول فعلا الماساه الذي لا ينظر اليها ولم تظهر على الساط هو فعلا اسر الشهداء والجرحى يعني هذه الاسر عندما كان لها عائل واحد وربما راتب الراتب انتهى وتوقف ربما من اشهر ثم يذهب العائل هذه مصيبه يعني مركبه نقول يعني لفرصه هنا لكل فاعلين الخير للبيوت التجاريه في تعز وغير تعز للحكومه هذا ملف وملف مهم وأقول للأمانة في بعض التفاصيل لبعض الأسر قد تبكي يعني مآسي فعلا يعني لا يعني لا يصير واقول ايضا احيي واشكر وهذا واجب قيمي واخلاقي للذين فعلا مدوا ايديهم في هذا الجانب وهنا طبعا اخص بالذكر الاستاذه والشخصيه الرائعه الاستاذه توكل كرمان الذي لها بصمات كما لها بصمات في الجانب الخيري أيضا اقول ربما يمكن اعلن اليوم انه ان شاء الله سبحانه وتعالى خلال شهر يناير 2017 نفتتح اول مركز لاعاده التاهيل العلاج الطبيعي في تعز كمركز ان شاء الله سبحانه وتعالى يكون متكامل الداعم الاول والراعي له مؤسسه توكل كرمان نشكرها ونقول جزاها الله خير ونتمنى من البقيه ان يحذو حذوها وخاصةً ان تعز محتاجه انا اقول تعز لا تستجدي تعز هي المدينه التي كسرت فعل المشروع على الانقلاب ليس في اليمن بل في المنطقه برمتها، اذا كانت انكسرت تعز كان سيمضي المشروع ولا نعلم كم من السنين سيمضي. اذا الاصل ان يتم رد بعض الجميل لابناء تعز لهذه المدينه المنكوبه في كل القطاعات وخاصه وخاصه مع الذين قدموا دماءهم وارواحهم. كان الكثير مثل كما ذكر الدكتور عبد الرحيم بعض الشخصيات وكانت الكبيره في تعز والوجاهات والمشايخ يعني خرجت من تعز وغادرتها ورحت تسكن فيها ولا في صنعاء وريحت نفسها لكن هناك من من تحمل العناء وتحمل القاص وتحمل بل وقدم الله. الابناء يعني نذكر هنا الشيخ عمود سعيد المخلافي نذكر الاخ عارف يامر من قدموا فلذات اكبادهم واستمروا في هذه المدينه للدفاع عن هذه المدينه نقول انه هذه المدينه تستحق تستحق اكثر واتمنى من الاخ رئيس الجمهوريه والذي نحن في تعز ثقتنا فيه كبير وان شاء الله سبحانه وتعالى عندما تتوفر على اساس وعدنا كما ذكر ايضا الدكتور انه من خلال شهر يعني بدايه شهر يناير فبراير يتم اعتماد الموازنات واتمنى ان يكون ملف اسر الشهداء وملف اسر الجرحى يكون فعلا ملف كامل اقول انا لماذا لم يتم تخصيص وزاره لهذه الفئه الى حد للاسف يعني الشديد يعني ربما ممكن محافظه تعز الاخ محافظ المحافظه يصدر قرار بتق... ب... او رفع الى الاخ رئيس الجمهوريه بتكليف الدكتور فارس للجرحى لكن نقول الاسر يعني لنا تجربه من 2011 لا. للاسف لا زالت الحد الامر الان فعلا اتمنى من الاخ رئيس الوزراء الاخ احمد عبد بن داغ ان يكون هناك فعلا جهه اداريه يستطيع الناس يلتجوا اليها لا. الان الناس لمن نلتجئ الان لا لا نريد فعلا ان ننتهي هذه الاسر وتصبح هذه الاسر تتسول بعد صحيح. من كان لها نعم دكتور عبد الرحيم يعني ونحن نتحدث عن هذه الارقام هل لديكم خطه مستقبليه انت قلت يعني ربما لا نحاسب عما حدث الان ربما هناك حراك واضح في ملف الجرحى هل لديكم خطه معينه لعلى على الاقل علاج من حالتهم حرجه من يستحقون السفر ما هي الاولويات التي لديكم بالتاكيد لدينا خطه لانعاش القطاع الصحي في المحافظه خلال 2017 وهي خطه استثنائيه ستكون مهمتها يعني التعامل مع الملفات الساخنه ومنها ملفات القرحة هؤلاء الجرحى يعني هم من مهدوا لهذا النصر الذي يلوح بالافق الان وهم من سيكونوا تيجان ونياشين على صدورنا في المستقبل آه والخوض في هذا الملف آه بهذه الخشونه اعتقد هي ناتجه من اهمال هذا الملف لفتره طويله. آه الكل يخوض فيه متخصص وغير متخصص، لكن انا اقول ان الـ الـ يعني ان شاء الله سبحانه وتعالى خلال آه 2017 آه المتكأ الاول المتكأ الاول سيكون آه توفير موارد ماليه، لانه بدون الموارد الماليه آه لن نستطيع الحركه. وبالتالي فإن الميزانية المخصصة لمحافظة تعز يجب أن تشمل هذا الملف المهم إلى جانب ملفات أخرى مهمة جدا إلى جانبها مثل ملف الأمن وغيره لكن أنا أستطيع أقول أنه بوجود الأخ الوكيل المؤسسات المجتمعية التي تتعامل مع الجرحى وأسر الشهداء إذا ما تكاتفت ووضعت هذه الجهود كلها في بوتقة واحدة سيكون هناك خطه لإنعاش القطاع الصحي والتعامل مع النقاط الساخنه في ملف الصحه بالكامل وليس الجرحى فقط، والأولويه طبعا للرعايه الصحيه الأوليه، نعم. لا زلنا نؤمن بأن منع حدوث المرض هو أفضل من التعامل نعم. معه بعد حدوثه نعم. وهذا ما سنقوم به إن شاء الله إذا ما توفرت الموارد. انا فقط لا ادري ان كان في هذا المجال اذكر او لاحقا انا اتمنى ان لا يتم التعامل مع ملف الجرحى على انه ملف هو ملف يخص الجميع لكن انا اؤمن بالتخصص انا كطبيب لا استطيع التعامل مع القطاع الهندسي وقطاع الطرقات والمشاريع الماء و ولكن انا الاحظ ان من يتعامل ويعلق ويتعامل بهذا الملف اكثر من يتعامل به غير المختصين وبالتالي انتقل هذا الملف من التعامل الناعم كملف انساني طبي الى تعامل خشن من و يعني وتوظيف يعني هلا وضحت اكثر أنا, انا انا اقول انه يعني البعض يتعامل مع الملف على انه مصدر للظهور وهذه ملف سياسي اكثر من انه ملف ملف سياسي، إنسان؟ ملف شخصي، انا اقول انه يعني يجب ان لا يتحول انا انا احذر من ان الملف يجب ملف الجرحى بالذات لانه الكل يهمه انا 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 لا, لا لا اتصور ان احدا لا يريد علاج جريح مهما كان نحن نحن في هذه الرحلة في هذه الدفعة الأولى هناك العديد من الجرحى المدنيين، هناك جرحى من المقاومة، هناك جرحى لا نعلم كيف جرح، المهم أنه مواطن من تعز وجرح بسبب هذه الحرب الظالمة على المدينة، ولذلك فإن الجرحى هم في ميزان واحد، بالتالي التعامل مع الملف هذا يجب أن ان 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 يحصر في, أن مجاله, الطبي في مجاله الطبي في مجال الطبي والانسانى ولا لا نعم. ان يتحول ان يتحول هذا الملف الى ملف حقوقي لانه اذا تحول الى ملف حقوقي لن نستطيع التعامل به في القطاع الصحي سيتحول الى مؤسسات اخرى وستنضم الينا عوامل نعم. اخرى لا, لا نريدها ان تتدخل في نعم. ملف نناقش اكثر ملف الجرحى خاصه من تم تسفيرهم والحالات التي تم تسفيرها في السابق والان ولكن اسمحوا لنا ان نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود لحوارنا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود اليكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم ضيوفي الكرام مره اخرى. دكتور فارس لو اردنا ان نتحدث يعني بالتاكيد انه يتم الأسئلة وتتم يعني المباحثة حول ما هي المعايير التي من خلالها تم تسفير الدفعة الأولى إلى تركيا وبطبيعة الحال هناك دفعة سابقة تم تسفيرها إلى الهند وإلى السودان وربما الأردن هل حدثتنا ما يعني كيف يتم اختيار الجرحى لتسفيرهم؟ طبعا هو بعد تشكيل اللجنه الاشرافيه العليا اليمنيه التركيه لموضوع الجرحى نعم. انبثق عنها لجنه فنيه طبيه برئاسه الدكتور احمد انعم رئيس هيئه مستشفى الثوره العام في تعز بالاضافه الى ثلاثة استشاريين كانوا موجودين مع استشاري جراحه العظام واستشاري جراحه الاوعيه الدمويه واستشاري استشاري التجميل واستشاري العيون كانوا موجودين كلجنه فنيه وكانوا يطلبون من يحتاجوا من الاستشاري سواء اذا احتاجوا مثلا استشاري انف واذن حنجره سيضاف حسب اللجنه وبالتالي هذه اللجنه الفنيه بدات بالاجتماعات سكرتاريه ملحقه بها لموضوع تجميع الملفات الطبيه وكذا تم استدعاء الجرحى طلبهم على مستويات التواصل الاجتماعي على مستويات الكمبيوتر من, على مستوى من زودكم بالملفات التي الملفات جاهزه سواء من مؤسسه رعايه ايضا لان مؤسسه رعايه قد استغلت من قبل سواء كانت من مؤسسه رعايه او من اداره المستشفيات مباشره كانت الملفات متواجده والاعلان بالنسبه للجميع للحضور تم الاعلان عامه وتوافد الجرحى الى المستشفى كان مركز مستشفى الثوره واذكر ايضا ونحن مجتمعين في مستشفى الثوره حصل قسوه اللجنه مجتمعه داخل مستشفى الثوره المهم اجتمعنا والجرحى كانوا يتوافدون يوميا واللجنه الفنيه المكلفه اخذت بعين يعني الاعتبار فحص المريض من جديد أوه. سواء الملف القديم او عمل ملف جديد طلب اشعه جديده ايضا رؤيه الملفات والاشعه السابقه اللجنه ارتأت بعد ذلك بعد ان رات تقريبا اكثر من 600 جريح اجتمعوا مره اخرى قسموا الملفات الى مجموعات المجموعه الاولى من يحتاج تسفيرهم اسعافيا المجموعة الثانيه من يحتاج تس... قد يكون تسفيره او اذا توفرت الامكانيات ممكن علاجه في تعز المجموعه الثالثه من يحتاجون اطراف صناعيه او كانوا بشلل تام لا يمكن برؤهم من السفر آه هذه المجموعه الثالثه اللجنه هذه بعد ما اخذت اوراق جمعت اوراقها اللجنه الاشرافيه كان المفترض ان تصل لجنه من تركيا لتفتيش الملفات والفحص المرضى نحن لم لم يستطيعوا الوصول مشاكل بسبب كثيره الظرفنا. بسبب الظروف ومشاكل كثيره الفياز الطيران وغير ذلك تم رفع هذه الملفات جميعها الى اللجنه في تركيا الى الى مسؤول العلاقات الخارجيه في وزاره الصحه في تركيا كونوا لجنه شكلوا لجنه بالتعاون مع ايضا كان هنا معنا ممثل في تركيا للجرحى اليمنيين الدكتور وحيد الفريس يعتبر ممثل الجرحى هنا في تركيا اجتمعوا جميعا كلجنه فنيه طبيه تركيه درسوا الملفات بعنايه ايضا سواء التي وضعناها في كاتيجوري اي او احتاجوا الى السفر سريع او او المجموعه بي او المجموعه سي درسوها بعنايه ثم اعادوا الينا الملف واختاروا المجموعه التي يريدون وصولها الى تركيا. يعني في اسماء اسقطوها هم بانفسهم، في اسماء اجلوها للسفر، هذا كان رايهم الفني ونحن مشينا على رايهم بحكم ان الاستضافه ستكون لديهم ايضا وبحسب امكانياتهم بحسب المكان الذي سيتم ارساله. يعني نحن ايضا فحصنا مرضى كثيرين، تمخض عن حصول بعض المجموعه منهم، الجانب التركي ايضا اخذ الملفات بعين الاعتبار ودرسها مره اخرى ومخض ايضا، يعني القرار في الاخير كان للجانب التركي على حسب امكانيته والمكان الذي مرسل اليه. لا. نحن في بهذا الصدد لا نريد ان احد ان يزايد علينا في هذا الموضوع، يعني نحن تعبنا من المزايدات، تعبنا من كلام واستغلال هذا الموضوع لاطراف اخرى. في الاخير وان لم يتم تسفيرهم هناك حديث وان تم تسفيرهم نعم فهناك نعم حديث نحن يعني نعمل في كلا الحالتين نعمل لتعز نعم ولجرحى تعز وسنظل نعمل حتى تسفير اخر جريح سنعالجهم سواء في تعز او خارج تعز في الاخير هناك لجنه الان نحن بصدد تشكيل لجنه فنيه دائمه مستمره تكون مستمره الانعقاد ايضا لان الملف ما قال اخي الاستاذ نبيل ونحن نتكلم الان هناك قضايا تسقط ايضا على المدنيين في تعز كل يوم صحيح يعني انا كنت يعني عند هذه النقطه ملف الجرحى لن ينتهي, لن ينتهي, يعني ينتهي لم تنتهي الحرب حتى نقول آه انتهى عدد الجرحى نعم. كل يوم هو يعتبر. نعم. أقول ينتهي حتى ل... على على المدى السنوات القادمة لأنه ملف نعم. وهو الملف الآن الصعب والملف الشائك وملف التحدي بالنسبة لحكومتنا الشرعية. نعم. وبالتالي أول خطوات في محافظة تعز بدأت بتشكيل لجنة مستمرة الانعقاد لدراسة هذه الملفات. نحن الآن بصدد تسفير الدفع الثاني إلى تركيا تسفير دفع أيضا إلى السودان تسفير إلى الهند. وسنفتح نعم باب اخرى نعم أه ساعود اليك عند هذه النقاط نعم في مثل تسفير الجرحى قبلها دكتور استاذ النبي عفوا يعني قدمتم انتم العديد من الملفات للجنه كيف كان ايضا اختياركم هل لديكم جميع يعني قدمتم جميع الملفات التي لديكم التي تم تسجيلها من قبل نقطتين النقطة الأولى ما ذكره الدكتور عبد الرحيم نقطة مهمة أقول في هذا الملف أنه لا مجال للمزايدة يعني اقول فعلا عيب ومن المعيب ان يتم المزايده والمتاجره بدماء جرحى تعز او غير تعز ونتمنى ان نتمنى من كل من براسه اي مشروع اخر غير خدمه هذه الجرعه ان يلغيه يعني ونتمنى ان كل الجهود تتضافر من خدمه هؤلاء الناس لا يوجد جرحى فلان او علان او كذا كل اللافتات الاصل تذوب يتم جرحى الجيش الوطني والمقاومه هذه نقطه مهمه الشيء الثاني ما عمل كما ذكر الصدر الاخ الوكيل جهد بشري اكيد فيه نسبه من الخطا مهما كان نحن بشر لكن الاجراءات التي تمت وذكرها لم كان يتم الـ 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 الوصول المباشر الى اللجنه التي تم تشكيلها اللجنه الفنيه أوه. وظلت اللجنه كانت على اساس اسبوعين وتم تمديد اسبوعين من 28 اكتوبر ظلت اللجنه جلست شهر ونية في تستقبل وتم التمديد مره وتم التمديد مره اخرى حتى تستقبل كل الجرحى هذا جانب وصول الجريح مباشرة الدكتور عبد الرحيم كم من الملفات استقبال سيذكره مباشرة إلى الدكتور مباشرة أو إلى الدكتور فارس أو أعضاء اللجنة أيضا المؤسسة رعاية لديها قاعدة بيانات لأنها اشتغلت في هذا الملف من أوائل المؤسسات اللي اشتغلت على هذا الملف كنا نجتمع شبه يوميا لمناقشة هذه تم رفع كما تم التقسيم إلى A و B و 370 جريح من الفئة A تم رفعهم جميعا بدون استثناء. نعم. تم استعراض تشخيصهم الطبي وتم اختيار حسب الحروف الابجديه للاخوه الاتراك، البقيه سنسعى بكل جهد الى الهند، الى تركيا، الى السودان، من يستحق فعلا الخروج سيسافر ان شاء الله سبحانه وتعالى، كما اقول كرر ثانيه وجدنا في مؤسسه رعايه، وجد الوكيل في القطاع الصحي كوكيل المحافظ. الدكتور عبد نحن خدام هذه الشريحه لا نعم اقول يعني من المفارقات العجيبه للبعض الذي يزايد يعني ابن اخ الدكتور من ضمن اللي تم اسقاطهم وهم من ضمن اللي كانوا مرشحين طيب بين بعض قصدي رؤساء الاحزاب الكبيره الشخصيات الكبيره ايضا استبعد يعني لا مجال زائد نعم. المعيار الوحيد معيار نعم. طبي وهذا هو الاصل نعم. اسمح لي دكتور عبد الرحيم يعني تحدث الدكتور فارس عن تقريبا 600 حاله تم استقبالها ماذا عن البقيه يعني قرابه اكثر من 4000 حاله كيف يمكن التعامل معها رغم وجود الاعلان لم يتقدم الا هؤلاء البقيه اين هم بالضبط؟ هو طبعا كما اشار الدكتور فارس انه اللجنه في انعقاد دائم أه. وسيتم تشكيل لجنه دائمه أه ستكون مهمتها مثلا الاجتماع اسبوعيا او سننظر كيف نرتب لها أه من لم يسافر أه هو لحد الان سافرت دفعه واحده الى السودان وهذه دفعه الى تركيا قبلها سافروا فرادى الى الاردن الى الهند أه. لا يعني ان من لم يسافر الان انه دي. خلص في 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 حكم المنسي لا، نحن القرحة لدينا سواء، من يستحق السفر؟ المهنة الطبية، العمل المهني الطبي واللجنة قالوا أنه هذا يستحق السفر ونعتقد طالما يعني فتح الباب بهذا الشكل يعني وبرعايه الاخوه الاتراك ربما يعني باذنه ان يتم حل جميع المشاكل، لكن دكتور يعني اسمح لي عند مساله الذين سافروا في السابق الى السودان وبعضهم الى الهند وبعضهم الى الاردن، يعني عديد من الحلقات قمنا بها، للاسف الشديد عانوا من اهمال واسع وشديد، تم يعني لنقول رميهم في المستشفيات ولم يسال عنهم احد، خاصه يعني ماساه من كانوا في السودان انهم في منطقه شبه نائيه، تحدثنا في هذا الموضوع اكثر من مرة أين هي الحكومة الشرعية؟ هل يمكن أن أرسل جرحى ولا أتفقدهم؟ نعم. لا لا هذا للأسف الشديد يعني هو خطأ ليس متعلق باللجنة الفنية في تعز أو مكتب الصحة أو بالمحافظة نعم. للأسف الشديد لم يتم التنسيق معنا حتى في أشياء كثيرة جدا ونحن لا نريد أن نفتح هذه الملفات لأنها من السابق هناك مثلا التعاقد لكنها مع... ما زالت لا لا يعني. انا اعطي مثال لم تنتهي. أنا, فقط اعطي مثال هناك التعاقد مع بعض المستشفيات داخل محافظه تعز داخل مدينه تعز المحاصره ونحن محاصرون داخل المدينه ولا يتم حتى استشارتنا في مع من يتعاقدون من المستشفيات المؤهله لاقامه عمليات هذه من ضمن امثله ومثلها تسفير الدفعه الى السودان السودان طب متقدم اطباء دوله كبيره متقدمه صحيا وطبيا وهذا لكن المشكله انه المكان الذي اخذوا اليه الجرحى لم يتم استشاره احد ذهبوا الى مدينه مروي بتسفير من نسق من نسق يعني. لا لم نستشر كان دورنا فقط اخذ مجموعه عدد 43 جريح من مجموع 280 ملف رفع إلى مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فاختير منهم 43 جريح كدفعة أولى للتسفير إلى السودان كان الكلام إلى السودان لم لم ي... تعرفوا لم أين, أين أو... أو, قالوا إلى أي مدينة لكن نحن نعرف إذا 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 الجرحى هؤلاء كانوا سافروا إلى الخرطوم نحن نثق بأن الأخوة السودانيين والحقيقة حتى في مدينة مروي كان يعني كان كان الاهتمام بهم غير عادي لكن حداثه المستشفى التي كانوا الجرحى فيه ومجيء الجراحين من الخرطوم الى مروي لاقامه العمليه والعوده في نفس اليوم كان يبدو ان الصعوبة. هناك يبدو ان هناك كم فراغ بين الاتصال ما بين الجريح وبين الجراح الذي عمل العمليه للمتابعه هذا ما حصل على كل أه ما أه الحالات الأخرى التي سافرت إلى الأردن أو التي سافرت إلى الهند كانت حالات فردية لم يتم التنسيق مع أي جهة لا مع اللجنة الطبية سابقا في مدينة تعز ولا حتى مع السلطة المحلية كان يتم التنسيق لتسفير الجريح إما عن طريق جيبوتي أو عن طريق المملكة العربية السعودية أو أي فيصل إلى أه الهند ب ب ب بمجهود شخصي أسري عائلي أصدقاء من هذا فيتم يتم اجراء عمليه عمليتين تنضب الفلوس يخلص المبلغ الذي كان معه موجود سافر فيه فبالتالي تبدا المناشدات الجريح الفلاني في الهند يتعرض لكذا وكذا طيب من مسفره من نبحث عنه سافر بطريقه شخصيه عدم التنسيق نعم. عدم وجود قناه واحده تتعامل مع الجرحى هو ما سبب بعض الاختلافات نعم في نعم في بعض لكن انا اقول انه مثلا الدفعة الأولى التي جاءت إلى تركيا، سارت بكل سلاسة وبكل هذه الدفعة نعم نعم أنا نعم. أنا نعم. 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 أنا أقيم أنا أقيم أن نعم لاحظنا نعم. هذه نعم. الدفعة بأنه كان كانت عملية رائعة جدا، الذهلون الأخوة الأتراك في الاستقبال، في الاهتمام، شالوا على أيديهم الأطفال والجرحى ويتعاملوا مع الجرحى وكأنهم إخوانهم وكأنهم جزء من 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 أسرهم نعم. ليش؟ لأنه لأنه كان في تنسيق، كان في تواصل معرفة، مع ترتيب نعم، نعم. دكتور فارس يعني بعض الجرحى أو بعض الحالات ربما لا تكتفي بالعلاج بسفرها، تحتاج ربما إلى متابعة، خاصة من يعانون من مسألة العلاج الطبيعي أو الشلل أو إلى آخره من الحالات رؤى. أنتم أدرى مني بها، كيف يمكن التعامل معها؟ يعني بعد العودة؟ طبعا أود أن أشير يعني في اجتماعنا بعد أيام من وصولنا إلى مدينة أفيون في تركيا، الجانب الفني في مستشفى أفيون اللي قعدنا فيها، يصرحوا أن هناك بعض المرضى ممكن يقعد سنة في مشفاهم. مم. يعني من باب الاهتمام فعلا والناس العينة منهم اللي يحتاجوا إلى عملية زراعة أوتار وكذا والعملية أو العلاج الطبيعي، صرحوا أنه في أمراض ممكن في مرضى ممكن يقعدوا عندنا سنة، وهم مستعدون لهذا الشيء وببساطة وبرحابة صدر. يعني هنا نشير إلى الجانب الانساني التركي الذي فعلا نحن كنا نسمع عنه ولكن عندما رأيناه ذهنا من هذا الموضوع وبالتالي قرحانه يعني بمعنى أن قرحانة سيأخذون اهتمام حقيقي سيأخذون علاج حقيقي نحن كسلطة محلية أيضا سنظل نتابع هذا الموضوع بتوفير الاجواء المناسبه للقرحاس يعني حتى الان الاقامه هي على الجانب التركي نعم كل الامور هذه على الجانب التركي نعم الان بسال انت تعرفي المريض اليمني ببساطته يعني يميل يضيق سريعا متشر ومعظمهم من المقاومين يتمنون العوده الى المتارس باسرع ما يمكن يعني كلها ظروف ولكن الجانب الانساني سواء من الطرف اليمني او الوفد الاداري المرافق سنخفف عن هؤلاء كل الصعوبات وكل الظروف. يعني ايضا الملف الاجتماعي موجود في الملف الطبي نعم. سواء من اللجنه من من المجلس المحلي، من مكتب الصحه، من مؤسسه رعايه، يعني درسنا جميع الجوانب لهؤلاء المرضى، سنستمر في متابعتهم وسنستمر ايضا في ايصال الدفع المتقدمه نعم تنسيق نعم تنسيق التنسيق نعم. لهم لانهم نعم. قلنا ان بعضهم سيستمر في البقاء اكثر من سنه. نعم اذا كل الشكر لوجودكم معنا نشد على ايديكم وانتم بالذات القادمون من الميدان مع هؤلاء الجرحى كنتم برفقتنا طوال السنتين الماضيه لمتابعه حالاتهم الشكر الجزيل لك استاذ نبيل الجامع المستشار محافظ تعز رئيس مؤسسه رعايه لاسر الشهداء والجرحى دكتور فارس العبسي وكيل محافظ تعز للشؤون الصحيه والجرحى والدكتور عبد الرحيم السامعي مدير عام مكتب الصحه بتعز شكرا جزيلا لوجودكم معنا في المساء اليمني لهذا اليوم ومشاهدينا الكرام يعدكم المساء من اليمني بتتبع هذا الملف حتى باذن الله يتم علاج كافه الجرحى جرحى تعز وجرحى الجمهوريه اليمنيه الذين يبذلون الرخيصه والغالي لاجلها الى ان التقيكم في مساء يمني جديد كونوا برعايه الله وامنه